أيها المشاهدون الكرام، نحن متوجهون إلى إحدى الصالات في مملكة الدنمارك، وإن شاء الله سنقوم بزفاف أحد العرسان وهي من أفراح آل جبر ابنة أبو يوسف المسكاوي. والآن قد وصلنا إلى الصالة وإن شاء الله سنطلعكم زفاف لايف، كونوا معنا وتابعونا. العريس معنا اليوم، يسعده ألف مبارك. الله يبارك فيك. الصحة إن شاء الله تتهنى. الله يبارك فيك. طبعا إحنا أنس، ألف مبارك أنس. الله يبارك فيك. وإن شاء الله يعني تتهنى بالعرس. من عقبال عند العزابين إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا. إذا حببت أن أذكر أنه العريس أنس قمحية وابنة أبو يوسف ياسر جبر المسكاوي. إذا عائلة قمحية وآل جبر المسكاوي اليوم أفراح أبنائهم في زفافهم، ألف مبارك. هذا اليوم المبارك. الله يبارك فيك أبو أنس، معنا كل التحية، ألف مبارك. إن شاء الله إن شاء الله تتهنوا وتتفرح وتفرح. السلام عليكم. مدخل الصالة. نعم. افتتح الصالة. ما شاء الله مكيفة. كما ذكرت يوجد على هذا الكوش اللي بسموه اللوج بالعربية، يوجد من الزجاج، ومن تحت الزجاج أيضا الورود. إذا صالة يعني جميلة جدا، يعني ممتازة جدا، جميلة جدا. طبعا حنحليها بالزفة التي تليق بهذه الصالة وبأيضا أهل العريس والعروس. كونوا معنا.
شاء الله لوج من زجاج ومرصع بالورود من الأسفل الزجاج. أهوى. كيف الحال؟ طبعا إن الشرف يعني نتعرف عليك. الله يبارك فيك ويسلمك يا رب. أبو عبد العليم؟ أنا أبو عبادة عبد العليم. أخو أبو أنس. أخو أبو أنس. حياك الله. من أستراليا؟ من النمسا. من النمسا. من النمسا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إن شاء الله بتفرح بأولادك. الله يسلمك. مرحبا يا عم. أولادك أولادك إن شاء الله. الله أهلا وسهلا. ابن عبادة ويوسف. ما شاء الله ما شاء الله. نصير أبو أنس. شرفنا. أيوه أبو أنس. عبد الله. بكفيك اربع صور بس ما طلع واضحه لا بس الضوء كان اذا عائله قمحيه قبل ما تبدا الاحتفاليه ياخذون الصور مع العائله والعريس ايضا ابو العريس وعم العريس كل ما. يا هلا وين ابو اليمين صور يا ابو اليمين بدون ما تحكي عائلة جبر وتحضر الان ابو العروس يعطيك العافيه الف مبارك الله يبارك فيك ابو اليمين طبعا مبارك ابو اليمين سلام عليكم مبارك السلام عليكم مبارك أبغى أفتحش آمين السلام عليكم انا لذلك حبيت العبور مبارك عليكم السلام هلا هلا يا رب امين يا رب الله يا ربي اخبار عبد الله يسلمك ويرضى عليك ويسلمك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا الأمين مبروك الله يبارك إن شاء الله أكبر أمين يا رب خذ إياته هذا الشسمو بس تجيني على هذا كيفك؟ كيفك أنت؟ كيفك سيدو؟ السلام كيفك سيدو؟ يسعده Thank you.
اهلا وسهلا الحمد لله طبعاً شاعر أوروبا اليوم حيكون العريس رقم 1002 إن شاء الله حنكون بالزفاف يلا حنكون بالزفاف يلا سلام أنا برامي هلا إن شاء أيها المشاهدون الكرام في هذا اليوم المبارك لآل قمحية وآل جبر المسكاوي نقوم الآن في استقبال المدعوين بهذا الحفل الزفافي لأنس قمحية وأيضا لابنة ابن العم أبو يوسف ياسر جبر لابنته البكر الأولى طبعا وهم يعني بدأت الحضور بهذا اليوم للمشاركة بهذا الاحتفال وبهذا الزفاف. نعم إذا المدعوين يهلوا علينا بهذه الصالة من جميع المناطق التي تبعد بعضها البعض ما لا يقل عن 15 إلى 20 كيلو مترا يلبون تلبيات الدعوة لمشاركة الفرح. إذن لا تهم المسافات البعيدة بين الجاليات وهي طبعا الصالة تجمع كل الجاليات في الدنمارك طبعا لكل من وصلته بقية الدعوة للمشاركة بحفل هذا الزفاف و
بدأت الصالة تعج بالمدعوين و لاستقبال طبعا الزفة العريس بعد قليل، وإن شاء الله سأقوم بالزفة العريس المعتاد وهو رقم 1102. نعم، يصطفون أعمام العروس ووالد العروس أيضا، وأيضا والد العريس وأبناء العريس وعم العريس أيضا أبو عبيدة، ويستقبلون المدعوين إن شاء الله تعالى. أهلا برجل الأعمال شعرنا أبو الأمين الآن، حياك الله بهاي المناسبة السعيدة، أنت دائما تشارك الأفراح الله. أبو سلطان السبيحي الغنام طبعا ورجل الأعمال أيضا، ماذا تقول للعروسين؟ مبارك لهم، مبارك مبارك مبارك، ويكفي وجودك، يكفي وجودك أنت، فخر إلنا كلياتنا، بارك الله، إعلامي وشاعر ومطرب وملحن، الله يبارك فيك أبو الأمين الكبير، بس الله يبارك فيك ما كبير الله رب العالمين، وإن شاء الله سنعمل عارضة زفافية الآن إن شاء الله سنبدأها وتعم الفرح على كل جنب، عدد 1001 1001 من العرسان وأولادي منهم أنت زفيتهم، الله يبارك فيك والله، حتى الله يبشرك بالخير، فخر لكل، الله يبيض وجهك، يعني أنا دائما أقولها والناس مش مصدقة وأنت جيت على الهواء مباشرة، أولادي منهم أبو الأمين إن شاء الله تفرح في أولاد وأولادهم إن شاء الله، حج وحمزة كمان آمين يا رب العالمين، الأسد وأخوه والشبل الشبل حجي وحمزة إن شاء الله. السلام عليكم أبو سلطان، إحنا مع يعني اللي هو رجل الأعمال وحبيب الجميع في الدنمارك أبو سلطان يحيى غنام، الله الأمين، وجودك شرف لنا والله، تفضل أهلا وسهلا، يا سلام طبعا ما زال الوافدون والحضور، اهلا وسهلا ابو يوسف، ابو الامين حياك الله، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بهاي المناسبه، لك مشرف طبعا العروس وبالتحديد وبالتحديد اجمعين، اي نعم ابو العروس ايضا ابو يوسف اكيد لا شك ابو العروس، لمعلوماتك الخاصه حتى اكون صادق ابو، تعال يا ابو، كم عريس انا زفيت في الدنمارك منذ حضرت أبو أمين؟ صار له فوق 30 عام بزفة العرسان وغير مقابل، ويعني العدد يزيد 500 عريس. شكرا جزيلا أبو يوسف، شكرا، هذه شهادة يعني، هو كان 500 ولكن العدد أكبر من بكثير يعني المضاعف. شيخنا سيدي اهلا بيك يا رجل يا طيب، انا السنغالي في هذه المناسبه السعيده، انت تعلم ان شاء الله تبارك وتعالى كلمه سفيره، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك للعروسين وان يبارك عليهم وان يجعل بينهما الخير والبركه ان شاء الله التي لا تنقطع ابد الابدين، وان يؤلف بين قلبيهما وينتج بينهما ذريه صالحه ان شاء الله، أكبر من الجميع إن شاء الله. أمين، نحن فرحانين للعائلتين، لأن أبو أنس أخونا في ذلك، كذلك ياسر هو عزيز جاري يعني،
والبلية والولاية قرأوا عندي ودرسوا عندي يعني وحب الله ما شاء الله. وأنت إمام مسجدنا إحنا نصلي من خلفك كل يوم الحمد لله. وأنا مثلا في بلد نشوفه أبو علاء. عقبال عند أولادك إن شاء الله. أهلا وسهلا أبو علاء. حبيبنا أبو علاء. بهذه المناسبة ماذا تسجل رسالة للعريس والعروس؟ يقول ربنا يهنيهم إن شاء الله، بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم وخير إن شاء الله. عقبال عند الشباب كلهم والصبايا إن شاء الله. شكرا جزيلا أهلا وسهلا. أبو عصام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا عميد الصبيحات في الدنمارك أبو عصام. عبد الله الصبيحي. بهذه المناسبة السعيدة كلمتين لأهل العريس والعروس. المناسبة هاي فعلا سعيدة علينا وعلى الأهل، وإحنا يعني سعيد الله يرحمه وأولاده وعزيزين علينا، يعني الحمد لله اللي الله قدرنا ودينا نحضر فرحهم. أهلا وسهلا، الله يوفقهم. حياكم الله. أهلين طبعا حضور كثيرين، يعني بدأت الصالة بالامتلاء. كيف؟ أنا اسمي سامر من فلسطين. حياك الله أخ سامر، والله مرة سمعت عنك. سمعت بالمدرسة. بس بتتابعني؟ بتابعك كثير. من وين من فلسطين؟ أنا من الضفة الغربية. من وين؟ بأي بلد؟ تركيا. حياك الله، من أي عيلة؟ من دار الروح. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا إذا وجه أهل المسكي أيضا بعد وجه آل الصبيحي قد حضرت اليوم أيضا، ووجه آل قمحية آل مسكاوي، العديد من العائلات قد حضروا للمشاركة. أبو جاسم حبيب النوار أهل المسكي، الله يسعدك ويبارك فيك. لهذه المناسبة لأهل المسكي ولأهل جبر ولأهل قمحية ماذا تقول؟ والله الله يجعله ألف مبروك، يجعل التمام على خير إن شاء الله، وبالفرحة للجميع الشباب وللبنات، الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. وجودك يا أبو الأمين إن شاء الله تحلى السهرة وتحلى الحلوة إن شاء الله. بس حضر لحالك. أهب ولا يهمك. جاهز؟ على طول جاهزين. حتكون طحن. هي طبعا الزفة حتكون يعني فيها يعني طحن كثير يعني. أهلا وسهلا. قديش 1201. ابو علاء انت يعني عليكم السلام. ابو اسلام انت بتحكي احسن. كم عريس ابو الامين زاف؟ ولا شاب الامين، انت ما بدك تعداد اعراس، انت المثل الوحيد. كم الرقم؟ بدي الرقم. انا الوحيد كمان عريس من 30 سنة. هون. بفلسطين هون. لا. طيب معناته خلينا هون. فلسطين لحال. لا خلينا هون. قديش؟ والله أكثر. كيف السؤال؟ اسألني كمان عريس ما زفتوش في الدنمارك. قد اللي زفيته؟ لا عبد الله قد اللي زفيته. يعني ممكن اكون مسافر، ممكن اكون مريض. امين تعرف انك زفيتني بالعرس قبل 23 سنه، هل تذكر؟ نعم نعم نعم، انا زفيتك صحيح. وزفيت كمان اخ لك في فلسطين. في فلسطين في فلسطين كل شاهد، هذا امر يشهد لك. وزفيت يحيى وزفيت كثير يعني من دار الهوجي. بارك
بارك الله فيك. هو ابن ابو يوسف وابن ابن ابو يوسف الهوجي. للاعلام خفف من المجال هذا الفتره. لا هو اللي خفف انه الناس اتبعت الدي جي. نعم. وهذا اثر كثير علينا. نعم. لكن الزفه الحقيقيه لو مليون دي جي. نعم. المفروض انه يفرح الواحد بالزفه. زفت ابنه باب القاعة. نعم نعم. هذا اهم شيء من كل الدي جي. لك مشاركة اليوم. ان شاء الله. كبير. يعني حتى دنماركيين مدعوين احد بالسلام. فهد السلام بنيامين. بني اهلا بنيامين. بكينا مش معي. اه والله. وهذا مكان الحمد لله ان شاء الله. ترانسبورت. كيف؟ كونتندر. The contender will mobile pay. Here. Huh? To contender here. Vadosia. Ah, mashallah. شو دعم؟ بدنا ندعم أبو الأمين. ليش؟ السؤال ليش؟ مشان يشتري أشياء وشتري. أجهزة. أجهزة كلها. إذا متى يعترفون في أبو الأمين كمراسل بكل التغطيات والمناسبات؟ المهم موبايل بي بوخر على خبر أبو الأمين ديركت. شكرا حبيبي. شكرا شكرا. احنا طبعا كما ذكرتم لا نريد إلا إرضاء أبناء الجاليات في خدماتنا.